السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 104 من الكتاب المدرسي في إطار الدرس رقم 22 التماثل المحوري والإزاحة. نبدأ على بركة الله بالتمارين الخاصة بالحصة الأولى أكتشف وأتمرن. في أي من الشكلين القطارين المتماثلين بالنسبة للمستقيم دي، تأكد باستعمال الأنسخ. غادي نوضع تأكد غادي نلقى بأن هاد الشكل واحد هو، يعني فاش كنديرو عملية الطي غادي نطوي الورقة في الطي غادي نلقاو هنا التطابق. إذا الشكل واحد هو الذي يمثل يعني القطارين المتماثلين بالنسبة للشكل الدي. تمرين رقم 2، أرسم على نفس الشبكة النقط E و F و G و H و G و K منقولات النقطة A و B و C و D و O و O على التوالي بالقرن. أنا ما كتبتش نفس الأسماء، داك الماجيسكول و الميسكول. يعني الأمر بسيط، A القرن هو 8 نحو اليمين و 2 نحو الأعلى. إذا ها A الممثلة ديالها هي E، عفوا. إذا غنديرو 1 2 3 4 5 6 7 8، وشحال نحو الأعلى؟ 2، 1 2. إذن هاي الممثلة ديال نفس الطريقة، نحسب البي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عفوا حنا غير بي كنقلبو على الممثلة ديال بي. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 2 نحو الأعلى. إذن هذه مماثلة بي. نفس الطريقة عاوتاني مماثلة دي، غنحسبو 8 نحو اليمين و 2 نحو الأعلى نقطة، ثم السي 8 نحو اليمين و 2 نحو الأعلى. هنا نفس الطريقة، يعني الشكل هو هذا. وقارن طول القطعة أسي وطول منقولاتها أسي، يعني فاش غنحسبو هاد أسي غنلقاوها تساوي هاد القطعة للمنقولة ديالها اللي هي أو جي، غتكون هي هادي نفس الطول. وقارن قياس الزاوية بي سي دي، بي سي دي هاد الزاوية غادي نلقاوها نفس القياس مع يعني المنقولات ديالها. وقارن شعاع الدائرة سي غادي نلقاو نفس الشعاع. تمرين رقم 3، أوجد محاور تماثل الأشكال الهندسية التالية وأتمم ما يلي. عدد محاور تماثل الشكل أ هو 2، هما هادو اللي رسمتهم. عدد محاور تماثل الشكل بي هما 2، هما قطري المعين. عدد محاور تماثل الشكل السي هما 4، وهنا ما عندوش محاور تماثل. هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 104. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا من الفيديو. كنتظر الدعم ديالكم للقناة عبر وضع جيم للفيديو وكومنتار. والناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة ما تردش في المشاركة وتفعيل جرس للتوصل بكل شيء جديد. ما تنسوش البارطاج للفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.